استلام بشكل جيد من اللاعب محمد أسامة في وسط الملعب لأحمد طايمة، في الخلف مرة تانية عبد الرحمن رشدان، محمد أسامة بيلعب تمريرة كده في اتجاه اللاعب إبراهيم عبد الحكيم. إنما خلي بالك التمرير اللي بعرض الملعب ده أمام منطقة جزائك بيكون خطر شوية، لأنه لو اتقطع بتبقى مشكلة. إنما ترجع الكرة مرة تانية للاعبي النادي الأهلي، وأدي التمرير الأمامية الحلوة، أدي سمير عدى المرة دي وسجل بقى سمير، سجل سمير أخيراً، إنما عدى بشكل جيد جداً من سيف الدين منتصر حارس المرمى، وسجل بقى سمير محمد الهدف الرابع للنادي الأهلي في مباراة اليوم، الهدف الرابع للنادي الأهلي من سمير محمد اللاعب الهداف اللي بيتساوى بقى دلوقتي مع علي نادر بست أهداف. يا ولد يا سمير عدى بقى المرة دي، قال لك استخدم مهارتي مع حارس المرمى سيف الدين منتصر، مش هيلعبها من مرة واحدة، لأ هيعدي من حارس المرمى وبعدين يسجل بقى في الشباك زي ما حضراتكم شفتوا أمام حضراتكم في اللقطة الماضية. والأهلي اللي أصبح 4 على نادي بيراميدز في مباراة اليوم، رباعية أهلاوية.